السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلوات الله عليه. قبل ما نبدأ الفيديو حبيت نشكر كل المشتركين اللي معنا في القناة، وكذلك نشكر كل اللي دخلوا عندنا جدد، نقول لهم مرحبا بهم وشرفوني في القناة، وإن شاء الله نكونوا عائلة واحدة. واللي يشوف الفيديو تاعي ويشوف قناتي لأول مرة مدى به يعمل اشتراك ويضغط على الجرس. وأهلا بالجميع، وشجعوا قناتي، ومني إليكم فائق الاحترام والتقدير وشكرا. اليوم رايحين نديروا كويرات البنيي، هي نوع من بنيي لكن على شكل كرات، سهلين، مقادير بسيطة كما متعودة نجيب لكم المقادير البسيطة المتوفرة في كل بيت. تقدروا تعملوهم وتوجدوهم إما للقهوة أو تشربوا بهم لاتاي. نبدأوا على بركة الله. عندنا كاس تاع حليب، نضيفوا لهذا الكاس لهذا الكوب نضيفوا له ملعقة كبيرة هكذا من خميرة الحلوى، هكذيك عفوا، من خميرة الخبز، خميرة الخبز. كذلك نضيفوا زوج ملاعق من السكر، ملعقة الأولى، وهذه ملعقة ثانية، ونخلط. نضيف كذلك حبة البيض تاعنا، ونضيف كذلك قشور قارص. انا هنا عندي قارص كان في المجمد، راني جبت قطعة وراح نعاود سكرتجة. تحبوا قارص، تحبوا برتقال، تحبوا كذلك لاراني، او مزج بين القارص والبرتقال، رايحه تمد نكهه هايله لهاد كريات البنيه. نخلطوا الخليط تاعنا، نضيفوا كذلك زوج ملاعق تاع زيت، زيت المائدة، زيت عادي، ملعقة الأولى، وهذه ملعقة ثانية. نضيف كذلك رشة الملح، ونكثر رشة الملح، ونخلط. هذو هما المقادير تاعنا. شوفوا الوصفة سهلة، ما تكلفش، بسيطة، وفقط هكذا بالفوي بالخلاط اليدوي. نضيفوا الآن الفارينة. أنا فارينة هنا راهي عندي مغربلة، هذا الكاس الأول. تقريبا نضيفوا واحد 350 فارينة. الكاس الأول، نزيدوا هذا الكاس الثاني، ونخلط. نضيفوا كي لحقوا الكاس الثالث، عفوا هنا باش تشوفوا، كي لحقوا الكاس الثالث بداو ضيفوا هكذا بالقليل. نزيد كذلك
النصف اللي يبقى، ونخلط. نزيدو الفرينة، نلمو العجينة تاعنا، نو هكدا العجينة مليح، منديروهاش يابسة. هاكا شتو درنا تلت كيسان، دير تلت كيسان ونصف. خلاص اذا ديرنا ثلاثة ونص. العجينة نخلوها طرية باش تجينا خفيفة. واش نديرو الان؟ الان ندير انا هكذا نلمو العجين تاعنا، نجيب ان بول ندير فيه شوية الزيت هكذا، ونحط العجين تاعي هنا. نغطيها ونخليها تخمر مدة 45 دقيقة حتى 50 دقيقة، ولما تخمر بإذن الله رايحة نرجع ليكم. هنا رجعنا للعجين تاعنا بعد ما خمر، بعد ما خليته هنايا خليته 50 دقيقة. هاوليك ان شاء الله نزلو هكذا، نحطو هنا. نشكل هكذا كرة، الزيت هذا هاولك هنا، كاين زيت في العجينة كيما حطيناه، ونقطعو العجينة تاعنا. نحكمو هكذا هاد العجين، هاد المثلث هذا نحكمه، نحلوه هكذا هكذا، ونقطعو المثلث تاعنا ونشكلو كرات هكذا صغار. كرات هكذا صغار هكذا، ونحطو الكرة تاعنا. نزيدو كذلك كي نشوفوها شوية صغيرة، نديرو الكرات كيف كيف.
زيد نحفوها حتى هنا. شكلوا هكذا ونقطع. نكمل كامل انا هاد الكرات تاعي، وبعد ما نكملوهم نحطوهم نغطوهم ونخلوهم يخمر الكرات تاعنا. نخلوهم يخمروا 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة إن شاء الله رايحة نرجع لكم ونكملوا الوصفة تاعنا معاكم هكذا. الصورة راهي واضحة. لك بعد ما خمرت العجينه تاعنا نديرو الزيت نخلوه يسخن مليح، ومن بعد نقصولو ونطيبوهم على نار متوسطه. هاهم لي كيفاش يخمروا هكذا. فوالا سهلين هايلين، مقاديرهم بسيطة والله غير ما شاء الله. توجدوهم بالخف، خطر الأولى خلوهم يخمروا من 45 حتى 50 دقيقة، والمرة الثانية 15 دقيقة. لما تشكلوهم هكذا كرات خلوهم 15 دقيقة. شوفوا كيفاش راهم ينتفخوا ما شاء الله. ولادكم راح يعجبوهم بالبزاف. والله واحد الرائحة طيبة تاع لوزاس اللي درناه قبيلة تاع البرتقال. شوفوا كي تقليوهم حطوهم في هكذا في سلة كما هادي ولا كسكاس ولا، من بعد روحوا ليهم حطوهم هكذا في طبسي وسكروهم. سكروهم هكذا في السكر. شوفوا كيفاش جاو، شوفوا كيفاش خفاف. فوالا كي تقلوهم حطوهم في الكسكاس ومن بعد مباشرة سكروهم هكذا وهما دافيين. انا نكمل كامل الكميه اللي عندي ونوري لكم كريات البنيه تاعنا واجدين في طبق تقديم. شوفوا كيفاش، ما صبرتش ولا غنحل لكم واحده. شوفوا وهي سخونه
شوفوا كيفاش جات، شوف شوفوا ما شاء الله. بعد خياتي نوريها لكم في طبق التقليد. فوالا هنا رجعنا، هامليك كرات لي بيني تاعنا، شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. شوفوا هايك، شوف الله عليهم والله. شوفوا صبرت، شوف ندوق اليوم ما صبرتش. شوفوا كيف جا ما شاء الله، جا ما شاء الله، جا خفيف، جا هايل، مقادير بسيطة موجودة في كل بيت. تقدروا تعملوها تفرحوا وليداتكم، والمقادير اللي نديتهم درت لنا كمية لاباس بها. إذا يستحق الفيديو جيم ما تبخلونيش خياتي، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم الله في أمانه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.